أعزائي المشاهدين ومتابعي جريدة أهلي مصر في كل مكان، معكم أحمد القواسمي من محافظة قنا. نلتقي الآن مع أصغر مصور هنا في كورنيش النيل بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، محمود، شاب صغير طبعا يقوم بتصوير الزبائن هنا على كورنيش النيل، والصورة بعشرة جنيه والتسليم طبعا فوري. هنعرف دلوقتي قصة محمود ايه بالظبط. نتعرف بيك. محمود من فين انت؟ محمود من الجبوش، يعني من مدينة نجع حمادي هنا في محافظة قنا. طيب سنك كم سنة؟ 13 سنة. طيب كلمنا عن فكرة التصوير دي، جاتك ازاي وازاي جات الفكرة انك انت تقوم بتصوير الناس هنا على الكورنيش؟ انا اخويا شجعني ان انا جبنا كاميرا وشجعني ان انا انزل يعني واصور الناس، وهواية يعني انا عاوز اصور الناس واشوف الدنيا ايه. هو اللي علمك ازاي تستخدم الكاميرا؟ طيب يعني خدت قد ايه في وقت انه يعلمك الكاميرا واستخدامتها ازاي وازاي تلتقط صورة؟ شهرين اتعلمت وبقيت تقوم بالمهام اللي يقوم بها هو. تمام. طيب ورينا ازاي كده بتلتقط الصورة للناس. طيب بالنسبة طبعا انت الصور كلها بتاخدها هنا على الكورنيش. الكورنيش هنا، ايش معنى انك اخترت الكورنيش دون عن اي مكان هنا في نجع حمادي؟ الكورنيش بحب اشوف البحر وكده. الناس بتحب تصور على البحر. الناس بتحب تصور على البحر عند القصر، فعشان كده يعني هو قصر البرنس يوسف كمال طبعا هنا في مدينه نجع حمادي هنا. طبعا الصوره هنا طبعا بتجمع ما بين الميه طبعا وبتجمع ما بين المعلم التاريخي اللي هنا في مدينه نجع حمادي هو قصر الامير يوسف كمال. طيب الصوره بكام؟ الصوره ب10. الصوره ب10 جنيه. طيب بتسلمها لصاحبها ازاي؟ بشيل الكارت من الكاميرا وحطه في تليفوني وابعتها له عن زم واتس او بالتواتس. تمام، بتبقى صوره. طب هو لو عايزها ورقي، عايزها صوره ورقيه كده بتبقى؟ لا، الصوره الورقيه دي في الاستديو. في الاستديو لكن هو كده بياخدها صوره بتكون نقيه وايديت وكده، افضل من صور الموبايل. طيب انت ليه عملت الفكره دي؟ ايه الهدف من ليها؟ هدف ان اجيب مصاريفي ويعني لو عشت مصاريف اجيب مصاريف مدرستي وكده. تمام. انت في سنه كام؟ انا في سنه ثانيه اعدادي. ثانيه اعدادي. طيب قيامك بالمهمة دي وانك تصور الناس ما مؤثرش على مذاكرتك ودراستك؟ لا مش مؤثر. لا، ازاي بتوفق ما بينهم؟ يعني انا باجي من الساعة، من اول ما يكونش عندي مدارس باجي من الساعة 3 العصر، بكون اجي من المدرسة الساعة 11 اذاكر، يعني اخد 3 ساعات مذاكرة وبعد كده انزل اصور الزبائن. انزل شو دخلت الساعة كام؟ بقعد لحد الساعة 10 9 زي كده. تمام. طيب هل في مثلا الصور طبعا بتصورها حسب الصورة اللي بتعجب الواحد هي اللي بتحسبها عليه صح؟ ولا كل الصور ادام التقطت صورة خلاص اتحسبت؟ لا، انت بتوريها له. هو ما عجبوش مش هياخدها غصب عنه. لازم الصورة الحلوة هي بس اللي حاسب عليها. تمام. هنشوف طبعا احد الزبائن هنا. نتعرف بيك. حسين عبد الهادي. كلمنا يعني انت ازاي، يعني انت عندك موبايلك. تمام. طيب ليه انت بتفضل الصوره بتاعت الكاميرا؟ هو انا كنت معدي بالصدفه كده في الكورنيش هنا فلقيت ده بصراحه شوف شاب محترم وصغير لفت نظري سنه وكده فتعرفت عليه وكده. مكان الصوره اللي ب 10 جنيه. طب ماشي ب 10 جنيه. طب انا هصور. قال لي لو الصوره اللي ما عجبتكش ممكن تغيرها وكده يعني، والصوره اللي تعجبك خد تمنها خدها، ولا ما تعجبكش ممكن ما احاسبكش عليها عادي يعني. لفت نظري بصراحه وسنه صغير وكده، ويعني بصراحه يعني الواحد لما بيشوف شاب صغير زي كده بيسيب مثلا تعليمه يعني بيشغف بيتعلم وعايز يشتغل ويصرف على نفسه كده يعني، فحاجه كويسه جدا يعني بصراحه يعني. تمام. طيب بالنسبه اللي كلمنا عن الصوره يعني اللي عجبتك، واشمعنى اخترت الكورنيش هنا في مدينه حمادي؟ ليه اخترت الكورنيش بالذات هنا انك تلتقط الصوره او تاخذ صوره فيه؟ هو اهدى مكان هنا يعني هو اهدى مكان، مكان مفتوح، مكان عام يعني، مكان مفتوح مش هروح اتصور مثلا في مكان مقفول مثلا، دايما هتجي المكان مفتوح يعني وكده يعني.
ولحسن حظي النهارده ان قابلت محمود يعني. تمام. الصوره طبعا عجبتك بعد التقاط محمود ده؟ انا صورت حوالي 20 صوره. انا ممكن بعد الصور دي كلها ممكن ناخدش غير 5 صور مثلا، والباقي الصور ممكن هو ايه يمسحها عادي يعني، ما يحاسبنيش عليها وكده يعني. تمام. هو الصور طبعا بيبعتها لك على الموبايل كده؟ بيبعتها لي على الواتس وكده يعني، على التليفون بتاعي يعني. الصوره اللي تعجبني هيبعتها لي وهو حاسب عليها. الصوره اللي مش هتعجبني مش هيدهاني عادي ومش هيحاسبني عليها يعني. تمام. نرجع تاني لمحمود. طبعا محمود يعتبر يعني نموذج مشرف طبعا للطلاب، لانه بيسعى وبيكافح من اجل انه يصرف على نفسه وينفق على نفسه. كلمنا ورينا كده الاستخدامات بتاعت الكاميرا ازاي بتستخدمها. صور الزباين دي الصور طبعا على حسب الصوره اللي هو بتعجبه طبعا، انت اللي بتحاسبه عليها طبعا. تمام. بسم الله ما شاء الله، انا كل اللي بصور صوره مش بتاعي كله بياخدها يعني، مش بيقول مش عاجباه. الفكره دي بداتها من امتى؟ بداتها من اسبوعين ثلاثه. من اسبوعين ثلاثه يعني هي الفكره دي اللي بداها طبعا اخوك، ولا انت اللي بدات من اسبوعين ثلاثه؟ لا، هو اللي بدا وانا بعد كده هو اللي نزلني من اسبوعين، نزلني زي كده وبقيت انا اصور وحدي، ولما يكونش فاضي انا بنزل. تمام. طيب يعني انت هاوي الفكره دي وهاوي الشغل ده؟ اه بتحبه يعني. طيب تقول ايه مثلا للشباب اللي هم المتكاسلين عن العمل اللي مش بيعملوا؟ يقوموا يشتغلوا ويقولوا ايه يشتغلوا يعني كده، ويهموا مش هيناموا مثلا والرزق هيجيله، لازم يشتغل. طيب الزباين اللي بتجي لك بتعاملها ازاي؟ بعملها زي بقول له مثلا تعال تصور صوره وزي كده، لو ما عجبتكش ما تصورش وزي كده. تمام. هنا طبعا بتظبط انت كاميرتك كده عشان تلتقط الصوره الكويسه. في ادوات ثانيه غير الكاميرا بتستخدمها معاك؟ اه. ايه هي الادوات اللي فيها؟ فلاش كبير وحامل. فلاش والحامل. اه ما جبتهمش يعني. اه تمام. دول اللي بيظبطوا الصوره معاك وزي كده. تمام. جميل. ماشي. كلمه اخيره لينا. اتفضل. بصراحه استاذ احمد والله انا يعني انا اول يوم اقابله والله يا محمود النهارده، والله العظيم يعني اول مره اقابله يعني. بصراحه انا على الاسلوب اللي اتعامل معايا بيه والمعامله بتاعته محترمه وشخصيه محترمه. بصراحه انا ممكن اجي مخصوص كل يوم يا حماد عشان اصور عنده والله، وعشان اشوفه يعني. بصراحه يعني شخصيه محترمه، وكفايه صغر كفايه انه سنه صغير يعني، وبيشتغل شغلانه زي دي مثلا يعني. ولما مثلا ممكن يلاقي مثلا ناس صحابه مثلا ناس من جيله مثلا بيطلع بره ويتفسح ويعمل، هو شغال نفس الشغلانه دي مثلا ومش مكسوف منها، وبالعكس يعني حبيبها وبيتعامل مع الناس كويس يعني. انا ممكن اجي كل يوم يا حماد عشان اشوفه يعني. بصراحه يعني شخصيه محترمه. شكرا. انا نشوف كده التقط صوره كده لي. اعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريده اهل مصر في كل مكان، كنا معكم مع اصغر مصور هنا على كورنيش النيل بمدينه نجع حمادي بمحافظه قنا. طبعا زي ما شفنا بيصور الناس من اجل لقمه العيش والصرف على والانفاق على نفسه. طبعا بيعامل الزباين معامله كويسه. شفنا احد الزباين شكرا اعزائي المشاهدين على حسن الاستماع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.